اليوم بأوتو فوكس رح نضوي على سكوترز كتير حلوين، مصنع إيطالي معروف جدا بالعالم هو فيسبا. رح نحكي عن طرازات كتير حلوة كلاسيكية ورياضية من فيسبا، خلوكم معنا. لنضوي اكثر على طرازات فيسبا معنا من اي ام بي موتور سايكلز وكلاء فيسبا لبنان مستر جو صلوتي. هاي جو. هاي جورج. دائما معنا لنحكي اكثر عن الطرازات الجديده اللي عم تكون اليوم بالسوق، خاصه طرازات الفيسبا الحلوه كثير، هالسكوتر الكلاسيكيه الحلوه الايطاليه الصنع المعروفه كثير مثل ما كنا عم نحكي بالمقدمه بالعالم كله، وبلبنان عم تكون كثير ترندي بالسنوات الاخيره. قبل ما نحكي عن هالسكوترز الحلوين بدنا نعرف منك قد ايه مهم اليوم واحد يسوق موتو، قد ايه اليوم محل اساسي بلبنان، وقد ايه اهم شيء السيفتي على الموتو. جورج، على طول بنطلع على المشاهدين لنفرجيهم على اخر الطرازات واخر العروضات، خاصه انه هلا موسم الموتويات، بس قبل كل شيء على طول بنشدد على موضوع السيفتي. اليوم لنسوق الموتو بطريقه سليمه علينا انه نتبع معايير السلامه العالميه، وهي عبر احترام قانون السير اللي بيمنع السرعه الزايده وبيفرض علينا احترام الاشارات، وما نلتهي بقصص مثل الموبايل، اكل، ميك اب، ان كان بالسياره ولا ان كان على الموتو، القصص اللي بتشكلنا خطر على حياتنا وعلى حياه غيرنا على الطريق. اليوم بدرجه كمان مهمه جدا مثل ما شايف من على طول نحن نعمل منشدد على موضوع الهلمتس سيفتي جير، يعني كل شخص بده يسوق موتو كتير مهم انه يلبس الكاسك، يلبس جاكيت، يلبس كفوف كحد ادنى ليحافظ على سلامته في حال صار انسيدنت على الطريق. اليوم اذا اتبعنا هالارشادات جورج فينا نستعمل الموتو ونستفيد من كتير حسنات كثيره وعديده عن جد من استعمال الموتو، ان كان على الصعيد المالي هي الموتو ارخص من السياره، كلفه صيانتها وكلفه بنزينها ارخص، وحتى ما عندك مصروف باركينج. اليوم من ناحيه الباركينج كمان بما انه ما بنعوز باركينج، الموتو هي اقل تلوث للبيئه، فينا بدل الباركز نستفيد من مساحات خضراء أكثر، وزيادة عن هيك هي أصلا إنجكشن تبع أقل تلوث للبيئة. بيرجع بيلحقك من ناحية التسلية جورج، كل شخص بيشتري من أي أم بخاطر موتو بينتسب أوتوماتيكلي للأي أم بي موتور سايكلز كلوب، وحضرتك بتعرف فيه يشارك بكل النشاطات والإيفنتس اللي بنعملهم كل جمعة، رايدز أكتيفيتيز، حتى صار في عنا تراكس للأشخاص التالنتد أو الموهوبين اللي بحبوا يشاركوا بسباقات أو بالتمارين أو يسوقوا على حلبات، صار في عنا للرود بايكس ولا الموتوكروس بايك. حتى موضوع جورج سوري بعد بدي أزيد شغلة صغيرة، موضوع ستريس، كلنا بنعاني من عجقة السير وستريس، وأقل عجقة أقل ستريس، موتو بتشلك ستريس صح. جو رح نبلش جولتنا على الفيسباياتي معنا بداية مع هالبريمافيرا الحمراء ال 150 سي سي، هالبايك الكلاسيكية الحلوة، خبرنا اليوم مواصفاتها، نعرف كمان شو سعرها اليوم. نعم جورج، أول شيء الفيسبا هي من أعرق المصنعين وأضخم المصنعين بعالم السكوترز، هي أكثر سكوتر ترندي بالعالم، ستايلش وفن، حتى في إقبال كثير من النساء عليها بلبنان وبالعالم كمان. بالأعراس قلت لي كمان. بالأعراس هلا ترند السنة والسنة الماضية، كل الأعراس أغلبية الأعراس بتحس 50% من الأعراس عم يجوا يطلبوا فيسبا تكون معروضة بالعرس أو يفوتوا عليها، نسبة لقد إيه ترندي. حتى جورج أغلبية السليبرتيز بالعالم بهوليوود، جيلو، ليونيل ميسي، كل العالم تلاقي عندها فيسبا. رح نتابع جولتنا، أكيد سعرها للفيسبا البريمافيرا 150 سي سي، سعرها هلا عاملين عليها اوفر 4599 دولار، عم نقدم عليها كاسك الفيسبا هلمت، وعم نقدم عليها التوب بوكس، بتيجي التوب بوكس الى راك من تحت، توب بوكس وباك راست لونه مثل لون الجلد تبع هيدا للشخص اللي قاعد ورا او اللي بده يحط اغراضه معه يستفيد منه. اوفر كثير ممتاز اذا على البريمافيرا الحمراء 150 سي سي. رح نوصل هلا على السوبر سبور ال 300 سي سي، هيدي سكوتر على موتوز فينا نقول، انت عندك تجربه خاصه معها، بتقول لي سكوتر كثير سريعه بطلوع كمان، ولا بتحس انك طالع طلوع بسوبر وان اوف ماي فيفرت سكوترز جورج. انا استعملتها كثير للفيسبا ال 300 سي سي، اليوم اللي بده يروح على 150 سي سي بقلب بيروت كثير منيح. اليوم الاشخاص اللي بتطلع هاي ويز واللي عندها طلوع 300 سي سي عندك 22 حصان، الموتو فيها اي بي اس وفيها تراكشن كنترول، يعني يوم ندعس بنزين على المي الموتو ما بتزحط لانه الموتو، يعني مواصفات البايك الكبيره. صحيح عادية. صحيح. نعم. بمحرك كمان نشيط. نعم. جدا سعره عم بيكون نشيط، سعره 6599 دولار، كمان مقدمين عليها هلمت الفيسبا والتوب بوكس من ورا، كمان بيجي الى الباك راست مرتب كثير كمان عليها.
عم نواصل جولتنا اكيد، عم نشوف كمان الهلمتس الشوي قدام هم اليوم أكيد. الهلمت للسيفتي يعني مشاهدينا اهم شيء مثل ما كان عم بيقول جو، الجاكيت الجلوفز والهلمت هول اقل شيء ممكن نعوزهم نحطهم علينا لما نطلع على البايك اكيد كرمال سلامه سلامتنا الشخصيه. اما هلا فكمان عنا سوبر سبورت مثل ما شفنا الجراي الدارك جراي الحلوه كمان مع اللون الابيض هون مات، كان عم نشوف الدارك جراي مات هون مع البيرل وايت اذا فينا نقول هالسوبر سبور كمان 300 سي سي كمان 300 سي سي جورج، بس بيفرق انه هيدي السوبر السوبر والسوبر سبور بتفرق انه السبورتي لوك اكثر شوي. أوكي. هيدي بيجي منها مثل البريمافيرا لون اسود ابيض احمر كحلي براون بلوسيال كل الالوان موجوده. بحب زيد شغله جورج انه اليوم كل شخص بيشتري من عندنا فيسبا بينتسب للفيسبا كلوب، سوبر فن بيتسلوا كثير، عم بيروحوا ايفنتات عم بيروحوا رايدات، كثير حلو الجو بالفيسبا كلوب بلبنان، وحتى فيهم يفوتوا على اي ام بي سايكلز يعملوا لايك على البيج تبعنا يشوفوا كل الايفنتات او على الفيسبا لبنان. وبدنا نذكر كمان انه اول كورس سويقه عم يكون فور فري مزبوط، وهيدي الشغله كمان كثير مهمه اليوم كل حدا حابب يجرب موتو قبل اكيد اللي بده يسوق موتو يشوف اذا بحبها ولا لا، بكون محمس الشخص بس يطلع يسوق اكيد اوريدي بصير عنده رغبه انه يشتري. انا برايي كل شخص لازم يتعلم سكوتر، كلنا بنسافر ونروح بنيجي اوقات، اليوم نحن عم نقدم كان الكورس حقه 385 دولار لنشجع العالم تتعرف على الموتو وتسوقها بالطريقه الصحيحه، عم نقدم الكورس كله اول سيشن فور فري والكورس كله بكفوه ب 99 دولار لنفرجي العالم الطريقه المضبوطه لسواقه الموتو، عم بيكونوا مع بروفيشنال انستراكتور 1 تو 1 هن والكوتش، موتو من عندنا كاسك من عندنا وجاكيت من عندنا. اليوم اذا شخص سافر جورج ما ضروري اليوم يمكن ما يشتري موتور ممكن لبنان. يسوق سكوتر برا معقول بده سكوتر. يستأجر سكوتر الكتريك بيكون عنده نو هاو هيك لا سمح الله ما بصير شيء، مش بفكرها شغله كثير انه بيطلع عليها دغري اول مره ببلاد برا لا سمح الله يصير شيء. شغله اخيره جورج، في عندنا مثل ما شايفين الاي ار دي كورس، الان ار تي اللي حكينا عنه هو نيو رايدر تكنيك، يعني شخص بده يبلش جديد دو زيرو، الاي ار تي هو للاشخاص اللي بتسوق موتور بتحسن لك سواقتك بدرجه 80% من ما انت عم تسوق مع كاليفورنيا سوبر بايك سكول اهم مدرسه تعليم بالعالم، جايين ب 9 and 10 of July شهر الجاي، اللي بحب يتصل على 70 500 300 ليسجل كورس له وليميتد بليسز، فعن جد بيستفيدوا كثير الاشخاص. ثانك يو جو على كل هالمعلومات، مشاهدينا خلوكم معنا الاسبوع رح يكون مع درجات نارية كثير حلوه، الى اللقاء.